شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة مباحثات رباعية في قصر الوطن بأبوظبي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وملك البحرين الملك حمد بن عيسى ونائب رئيس دولة الإمارات حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وقال متحدث الرئاسة إنه تم التباحث بشأن تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.